ترى لازم نرجع راس المال ولازم نشتغل أكثر عشان نطلع فلوس أكثر. منين يا حسرة؟ لحظة يمه، هو المال له راس؟ أقول أنتي وأسئلتك الغبية، اسكتي لأقطع راسك وأكله للكلاب، في مين؟ يمه سؤال، ما قلت شيء. أسئلتك غبية. ليش جاي؟ يلا روح. خلني أسلم على خالتي مجزاعة، مشي تعالي الحين تستانس إذا شافتني. وتذبحني أمي. ما حتذبحك ولا شيء، الحين بشوفها. خش مكان والله. إيه. ما شاء الله، هذا اللي رايح الطبيب. يما والله هذا اللي قالته. ومن اللي معها هذا الطبيب؟ والله إنكم بتذبحون. السلام عليكم. بس العافية خالتي مجزاعة. عليكم السلام. ها؟ وين كنتي ما شاء الله؟ ومع من كنتي؟ يما أنا كنت بالدوام، ومحمد ما هو بغريب علي. لا لا صادقة، محمد ما هو بغريب، بس ما ذكرتيني وش يصير لك. مثل ما يصير لك حميدان. يما فعليك يا خالتي، ايش صاير؟ يما هالفلوس جبتها عشانك، عشان مشروعك. أنا عمري ما فكرت بنفسي كثير ما أفكر فيكم. أنا آسفة محمد، الظاهر مو مكتوب لعيش مثل الأوادم. هذه الفلوس لكم، وأنا آسف إذا حطيتش موقف مثل هذا. حالي بينكم. جوري يلا قوم وراك مدرسة، صارت يومين غايبة. انتي بتداومين؟ اي بداوم. شو رأي بعد؟ تبين اوصلك؟ لا ما عندي شيء البسه. انا بعد ماني مداومة. ليش ان شاء الله؟ مو متسبحة صار لي يومين، ريحتي طلعت، تبيني اداوم بريحة؟ لا يتراوغلك، هذه ريحة جزاعة. يلا قومي قومي، بقوم اساعدك انا. يلا يلا تليلي قومي. ها صباح الخير، ما انت مساعدتنا اليوم؟ لا يمه ما احب اقصبصل، عندي دوام. هي عادي غيبي كم يوم وساعدينا، ايش فيها؟ قلت لك ما اقدر، مو فاضيه. يمه خليك منها، انا ساعدتك. جعلك بعدها، ادري انا داري انا ما حد نافعني غيرك. يمه الله يخليك، دقي على رطنه تجي تساعدنا، نعطيها فلوس، انا ازواج تعبت. صادقه يمه صادقه ان شاء الله.